ألف مليون مبروك للمغاربة لأسود الأطلس، ألف مليون مبروك لتونس وللتوانسة لنسور قرطاج، وهارد لك لمحاربي الصحراء الجزائريين وللفراعنة المصريين، قبل ما نعرف إيه اللي قاله محمد صلاح من تصريحات خطيرة ونارية تصدم الملايين، وهنعرف ايه اللي قاله صلاح عن المغرب وعن اشرف حكيمي وعن حكيم زياش. ولكن انزل اعمل لايك للفيديو، انزل فجر زر اللايك، ساعدني ان الحلقة دي تنتشر اكتر واكتر، فعل زر الاشتراك، اهم حاجة تفعل زر التنبيهات، انزل فعل زر الجرس علشان جديدنا ومفاجأتنا يصلوك الى بيتك، الى حد عندك اول ما ننزل اي فيديو. النجم المصري والفرعون المصري محمد صلاح كان ليه تصريحات مؤثرة بعد خروج منتخب مصر وعدم تأهل منتخب مصر بسيناريو غريب وعجيب، وعدم التأهل أمام أسود الطرنجة منتخب السنغال بضربات الجزاء. أكد محمد صلاح على حزنه الشديد جدا بعدم تأهل منتخب بلاده المنتخب المصري إلى الأراضي القطرية إلى المونديال الكبير، وأكد محمد صلاح بأنه سيشجع المنتخب المغربي في المونديال، وأكد صلاح ووجه شكره ووجه ايضا تحياته الى الشعب التونسي والى الشعب المغربي، وقال لهم الف مليون مبروك على تاهل بلادكم الى المونديال، مونديال قطر 2022. واكد محمد صلاح زي ما قلت لحضراتكم ان هو هيشجع المنتخب المغربي، وايضا ارسل رساله خاصه الى اشرف حكيمي. دايما صلاح بيقول ان اشرف حكيمي هو اقرب لاعب عربي له بلا اي شك وبلا اي نقاش، قال ان متوقع ان اشرف حكيمي هيقود بلاده الى انجاز كبير جدا في المونديال، واكد صلاح ان حكيم زياش لازم يرجع الى المغرب لانه هيبقى اضافة عظيمة للمنتخب الاسود الاطلس في المونديال.